نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. الصويرة موغادور تتميز بعادات وتقاليد مثل باقي المدن المغربية، لكن طبق الدجاج يعتبر رمزاً من رموز الاحتفال بليلة النصف من هذا الشهر الفضيل لدى الساكنة. حالياً مع هذه الأزمة ديال كورونا ما بقاتش الأجواء كي كانت. كنا في ذاك الأول قبل كورونا كان العائلات كيمشوا عند بعضياتهم، الصورة كتكون مزدهرة، الأجواء ديال رمضان كتحسي بها، كيطلق هنايا المجلس البلدي كان كيطلق القرآن الكريم في الأبواق، كاع المدينة القديمة كلها كانت كتخرج بالليل وكتصنت الآذان خير، ولكن الحمد لله مع أزمة الكورونا ما بقاش هذاك الشيء وولفناه. كنا ولينا دابا تنخرجوا كنتفكروا دوك الأيام، تنديروا الدجاج بالزيتون وبالحامض، هذه التقاليد اللي بقات كاينة في الصورة، ولكن الحالة اللي ما بقاتش كاينة في هاد التقاليد ديال الدجاج وديال العائلات ما بقاوش كيجيو عند بعضياتهم. مع الكوفيد كان كلنا العائلة، هاد العائلة كتمشي عند هاد العائلة، هاد العائلة كتهز الطاجين ديالها وكتمشي عند العائلة الأخرى. طاقم نجمة تيفي حل ضيفا على سوق الدجاج بالمدينة القديمة قصد الاستفسار عن الإقبال على هذا المنتوج في عز أزمة الكورونا. ليلة النص اليوم زعما كيكون مناسبة عند الناس ديال المغاربة بهذه المناسبة، ولكن ماشي بحال العيمان اللي فايتني، ناقص شوية بزاف، ماشي شوية حياة الإقبال وداك الشيء، وحتى السلعة دابا مرتفعة في الثمن ديالها شوية، الناس عينيك لا ودق بزاف في هاد الجائحة ديال كورونا، ما كاينش الإقبال اللي موالف كيكون في العيمان الآخرين، غير أكثر من الناس تقريبا اللي ناقص. هادي مشورة حاليا مشورة، الوقت ما بقاش كما كان، تغيرت مع هاد الجو ديال كورونا وسميتو تغير بزاف، بل قليل وما والثمن مرتفع، الدجاج غالي من الصغر ديالي وانا هنا، ودابا الوقت تبدلت على كيف كان الإقبال على الدجاج البلدي، ولا دابا شويه على البركه ديال الدجاج. ويبقى حضور طبق الدجاج عند الصويريين يرتبط بعادات وتقاليد اعتاد عليها سكان المدينة رغم التقدم والتطور الذي يعيشه العصر. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بآخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام.